البارح كان عرس حقيقي اللي شفنا فيه الفينال ديال البطولة الوطنية، البطولة الوطنية اللي مرات على 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 مستوى أربع مراحل وكانت خطاب. هاد اللي كانت خطاب فرزوا لنا واحد مجموعة ديال السباحين اللي تباروا البارح واليوم في جوج ديال ديسيبلين، السباحة بالزعانف والغوص الرياضي بالمسابح. لافت يعني لي سكي غوماركون سي كو اليوم عندنا واحد لا كونسونطراسيون في الفئات اليافعه، وعندنا براتيكمون اكثر من 80% ديال لي فيناليست سون من هاد الفئات العمريه، وهذا كياكد على ان عندنا الحمد لله دابا نواه حقيقيه ديال المنتخب الوطني قادر يتبارى ويتنافس في الاستحقاقات الدوليه اللي جايه. السلام عليكم، معكم غزلان احكام مدربه الغوص وبريسيدون ديال لا كوميسيون فيمينين في الجامعه الملكيه. اليوم الجامعه الملكيه نظمت تظاهرة ديال الغوص الرياضي في المسابح والسباحه بالزعانف اللي شاركوا فيها متظاهرين من جميع ربوع المملكه، والحمد لله كانت نتيجه مشرفه للمغرب، وكنتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم، سميتي سليمان موجي، سباح من فريق الجمارك. اليوم كان بطولة المغرب للسباحة بالزعانف، والحمد لله أنا والفريق ديالي تمكننا من أننا نكونوا في المركز الثاني بالنسبة للفتيات والمركز الأول بالنسبة للجميع، والحمد لله الأجواء كانت مزيانة، كانت تنظيم جيد، وبالنسبة للشخصية ديالي تمكنت أنني نجي الأول في الغولي ومرتبة الثانية في 200 متر سباحة بالزعانف. كنبغي نأدي هذا الفوز هذا للوالدية وبيان سيغ لي كوتش المدربين ديالنا. السلام عليكم، سميتي مايا ريحيا، كندير السباحة بالزعانف مع الكلوب ديال ديوانا. اليوم قدينا نحصلوا على المرتبة الأولى في لو كلاسمون جينيرال ديال لي في ديال نانج افيك بالم، و اوني تري فيير دو لو كلاسمون اللي حصلنا عليه، وان شاء الله يجي غراس او زونترينمون. و جو تيان ريميرسي لي كوتش ديالنا والعائلات ديالنا وبابا وماما.